أزمة متجددة تواجه بعض المواطنين في قطاع الإسكان في السعودية، ممن تضرروا بتأخر استلام وحداتهم السكنية مع توقف الدعم السكني. أحد هؤلاء المتضررين من برنامج البيع والتأجير على الخارطة وافي هو حسين شامي، الذي تعددت خطواته بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في المنطقة الشرقية. لم ينزل الدعم بما أن البنك استقطع مني كاملا، تم مراجعة وزارة الإسكان بمعاناتي، تم توجيهي إلى الصندوق العقاري. عانيت للأمانة، لا لقيت حلول، حيث تم توجيهي إلى إدارة الرياض. تطرقت إلى الممول، قال ليس لديك أي عقود لدينا، الرجاء من ناحية إيجاد الدعم أتوجه إلى الصندوق العقاري. رندا محمد من المدينة المنورة هي الأخرى حلمت بالحصول على مسكنها الأول الذي لا زال عالقا. أبرمت هذا العقد في عام 2019 مع وزارة الإسكان ضمن مشروع درة المدينة. طبعا للأسف حلمي بامتلاك المسكن الأول للآن لم يتحقق. للآن زي ما تشوفون المشروع قدامكم ما خلص وما تبنى بمعنى أصح. طبعاً من ذلك الوقت، وقت توقيع العقد إلى الآن، تم استقطاع القسط العقاري مني ولم يتم إيداع الدعم. عندنا مشكلة اللي هي في الدعم، الدعم متوقف. تواصلنا مع وزارة الإسكان، تواصلنا مع الصندوق، تواصلنا مع الجهة الممولة، ما حصلنا نتيجة. وزارة الإسكان السعودية كشفت للعربية أن الضرر الواقع على المواطنين جاء نتيجة تعثر المطورين العقاريين في تنفيذ تلك المشاريع، مشيرة إلى أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة وافي هدفه حماية المتضررين. من مدينة الدمام، جزاع الناصي، العربية. معنا من الرياض أنس المزروع، نائب الأمين العام لشؤون التنظيمية والقانونية في لجنة البيع والتأجير على الخارطة وافي. سيد أنس، أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة. يبدو أن وافي لم يكن وافيا كفاية مع تلك المشاريع والمواطنين الذين تضرروا منها، ما الذي حدث؟ حياك الله أخي محمد، وأشكر لكم الاستضافة ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية. بما يخص المشاريع المستعرضة بشكل عام، اليوم وافي وفقا لتنظيمها هي دائما تسعى بشكل دائم إلى حفظ حقوق المشترين وتنظيم الالتزامات على المطورين، وأيضا وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 530 صادر بالتنظيم على وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين وآلية حمايتهم. اسمح لي أنا أتطرق على المشاريع اللي استضفتهم وبعض المتضررين منهم. عندنا أن أحد المشاريع اللي استضفتها فعلا كان فيه انحراف سلبي شديد من أحد المطورين. الانحراف السلبي هذا تقدم المطور ببعض الأعذار، منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول. عالجنا أشياء كثيرة، صدر قرار اللجنة بإلزام المطور بإخراج وإعادة المبالغ لكل المواطنين الراغبين في إعادة المبالغ، وتم تنفيذ جزء منه. التزم أيضا المطور بأن يكون نهاية المشروع هو في تاريخ 31/12/21، وأن اليوم في طور ومتابعة هذا الالتزام. أيضا من الالتزامات اللي يجب على دائما كل المطورين وليس فقط هذا المشروع، كل مطور اليوم يواجه تحديات تعثر يجب أن يكون ماخذها في عين الاعتبار من اليوم الأول، لأجل بعض القواعد اللي نظمت هذا النطاق بوضع حقوق لصالح المشترين. اليوم كل مشروع يتأخر عن المدة الزمنية المتفق عليها والموقع في العقد والتواريخ المعتمدة لدى وافي، يكون ملتزم هذا المطور بدفع للمستفيد 7% على أساس يومي تدفع كشرط جزائي لصالح المستفيد. طيب، هل هناك مبلغ ضمان موجود لديكم كلجنة أو الجهات الحكومية من أجل دفعها في حال تأخر أي مشروع؟ أم أن المسألة هي مسألتكم، تطلبون من المطور أن يقوم برد هذه الأموال وقد تصل المسألة إلى القضاء وتأخذ سنوات؟ صحيح. لا طبعا التنظيم، والله الحمد، تنظيم وافي نظم حتى حسابات الضمان بشكل كامل بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي. اليوم كل هذه الإيداعات اللي تودع من المشترين أو المولين تودع في حساب ضمان مخصص يشرف عليه من وافي، ولا يصرف منه إلا بوثائق صرف توقع من الاستشاري الهندسي المراقب للمشروع ومن المحاسب القانوني ومن المطور، وتصرف وفق نسب إنجاز محددة. وايضا في حال عدم قدره المطور يعني اليوم على اكمال المشروع، راح تنظر اللجنه المشكله بقرار مجلس الوزراء
في حال هذا المشروع وفي قدرة المطور على إكمال المشروع وطبعا قدرة المطور على إكمال المشروع، وإذا رأت أن المطور لم يستطع إكمال المشروع تقوم بالتشاور مع أمين الحساب اللي هو البنك المشرف والمودع في هذه المبالغ والمكتب التشاري الهندسي والمحاسب القانوني بما يضمن إما إكمال المشروع أو إعادة هذه المبالغ أو طيب. تصفية المشروع. طيب في الفترة الأخيرة كان هناك نمو كثير في تملك المواطنين المساكن المشاريع العقارية بشكل كبير، نسبة التعثر تقريبا كم أستاذ أنس من تلك المشاريع؟ الحمد لله يعني اليوم عندنا قريب من 200 ألف وحدة عقارية، نسبة التعثر قد تكون أقل من 1% وقد لا تتجاوز 0.5% والله الحمد. وجدنا بعض الانحرافات بسبب جائحة كورونا، لكن الحمد لله في تحدي وفي مقاومة وارتفاع في قدرات السوق العقارية وأيضا المطورين العقاريين، هذا كله ساهم بشكل ملحوظ ولله الحمد في ارتفاع نسبة التملك بشكل مباشر. وأيضا أنا أحب أؤكد يعني دائما على دور هذه اللجنة في حماية المشترين على الخارطة وأيضا في تنظيم السوق العقارية كلها. اليوم هذه اللجنة لها دور مباشر في حفظ هذه الأموال، دور مباشر في وضع وتقنين هذه القوانين من التزامات وحقوق. جميل. ودور مباشر في الرقابة على هذه المشاريع. أنس المزروع نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية والقانونية في وافي، شكرا جزيلا لك.